ان شاء الله هالمره ما يكون في شيء خطا. لا هالمره تاكدنا. تفضل معي بدي اشوفك دكتور. بدي اشوفني الي؟ تفضل شرف. يعطيك العافيه. اهلين. اهلا وسهلا. دكتور مشان نتيجه التحليل. مشان نتيجه التحليل الدكتور حابب يحكي معك. خير ان شاء الله. ان شاء الله خير. تفضل ارتاح. ايه يا سيد فؤاد، البنت اللي حللت طبعا متزوجه. كانت متزوجه. يعني هلا مطلقه. اتطلقت من شي 6 شهور. وقديش بقيت مع زوجها؟ يعني شهرين تقريبا. وانت شو بدكم بالنسبه لها؟ اخوها؟ انا خطيبها. شوفي يعني خطيبها بعيد لبعيد ولا في بيناتكم علاقه على اعتبارها مطلقه يعني؟ اعوذ بالله، رحاب أطهر إنسانة بالدنيا. إيدها ما خلتني ألمسها. الدكتور ياسر اختصاصي بأمراض الدم والأنسجة وحاول يشرف على مريضة شخصية. دم ما فيه شيء؟ لا لا أبدا، بس لازم أسألها كم سؤال لأطمن على صحتها. أوعك تقول لي إنه معها شيء مرض خبيث؟ للأسف ما بقدر أقول لك أي شيء قبل ما أشوف صاحبة العلاقة. ممكن تأخذنا على البيت لعندها ليكشف عليها الدكتور؟ يا جماعة انتوا هيك هبيتولي قلبي، رحاب معها شي؟ منشان ما نضيع وقت، ممكن تاخذها لعندها على البيت. العمى، شو هاللهجة اللي عم يحكي فيها؟ شو القصة؟ ايت للأسف. هولي، أنت متأكد؟ منشان هيك المخبر طلب منك تحللي مرة ثانية لنتأكد. وتأكدت؟ ما في مجال للشك. ولي ولي على قهدي. في شوية أسئلة بدي أطرحها عليك، يمكن تكون محرجة بالنسبة إليك بس يعني لابد منها. مدام رهاب، أنت عاشرتي حدا غير زوجك قبل الزواج أو بعد ما طلقتي؟ ولا حدا لمسني. ولي على قامتي. ولي على قامتي. ولا خطيبك فؤاد؟ انت شو مفكرني؟ خلص خلص، معناتها الفيروس أخذتي من زوجك. أكيد الله لا يوفقه. معناتها بتعطيها رقم تليفونه ومكان سكنه. ليش؟ منشان نحل دمه هو الثاني لنتأكد. وانتي كمان لازم تجي لعنا المركز لتبدأي علاجك. أنا مركز؟ مركز مكافحة الإيدز. الدكتور ياسر متخصص بعلاج هيك مرض. ولي على قامتي. ولي على قامتي. إذا في إحراج بالنسبة إليك ممكن تاخدي علاجك هون بالبيت، ولو إنه وجودك بالمصح أسلم إلنا ولك. مصح؟ مصح مرضى الإيدز منشان ما تنقلي العدوى لغيرك. سيادة الضابط لو سمحت. أنا آسف. ممكن تعطيني رقم تليفون زوجك وعنوانه لحتى نحلل دمه بسرعة؟ سرطان بالدم. بس هيك رح تشلي أهلك، لازم تتماسكي. الله لا يقيم الشدة عن قلبك. يا سيد فؤاد، سيد فؤاد، ممكن إن شاء الله تفهمني. ريحاب شو معها؟ يمكن هي رح تقلك، بس قبل ما تحكي معها بدي منك تعطيني رقم تليفونك ومكان سكنك. ليش بقى؟ يمكن نحتاجك. شرف، سجل لي هون رقم تليفونك وعنوانك، تحت رقم تليفون عنوان زوجها السابق. يا اخي خلصنا عنا شغل.
يعطيكم العافية، تفضل دكتور. يعطيكم العافية. السلام. يا ماما حاجة تبكي، فاهمينا شو قالوا لي؟ قالوا لي بدي موت، بدي موت. قالوا لي شيء؟ قال لازم هي تحكي. اهدي رحاب ان شاء الله وفهمينا شو قالوا. تركوني بهمي، تركوني بهمي. لك يا عمي شلون بدنا نتركه؟ فهميني ان شاء الله، فهميني شلون بدنا نتركه؟ قالوا لي معي سرطان بالدم، اذا عشت اليوم ما حعيش بكره، بس احكم. تركوني. شاكر مرتضى؟ طليقها، طليقها يا ابني، طليقها. معلش انت روح على بيتك ارتاح، انا مخبرك يا ابني، انا معك. سرطان، سرطان يا رحاب، يا ريتني موت قبلك. بيبكوا لأنه خايفين علي. لا انت بدك تموتي، انا ما بدي ابي تموتي، انا اللي بموت ما عاد اشوفك. رامي حبيبي، الموت والحياة من عند رب العالمين. لا انت لا. طيب خلص، بوعدك ما موت قبل ما ينتهي اجلي. طيب ليش شاكر؟ شو دخل شاكر برضي؟ Love.